كله يتابع ويتوقع منافسة قوية جدا في هذا الموسم. بالتأكيد هذا ما نتمناه. وهلا من يحضر المباريات عودي لسارة في دوري هو الأكثر قوة والأكثر شهرة حول العالم. في الفترة الأخيرة أصبح الدوري يضم أفضل مدربين وأفضل لاعبين حول العالم. ضربة رأسية لم يؤكد ذلك. كرة من جهة اليمين، لمسة بينية، عرضية داخل منطقة الجزاء، كير وتسديد ناجح للكرة. لوكاس باكينتا ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. بينية جميلة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ما أعرف فريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي الصراحة. هدف كانت عبارة عن هدف محقق. لوكاس باكيتا، أنطونيو، أزالت النتيجة 0-0. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تمريرة جميلة، كرة لا تصدر. يستعيد الكرة مرة أخرى. فرصة هجوم معاكس. أكرد. البرتغير كيميش بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة عرضية، إبعاد الكرة مطلوب، انخطفت الكرة. فرصة ليونيل ميسي، الكرة في المرمى يا أستاذ. الأول في المباراة رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء. لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة ألبرت خير كيميتش، فينيسيوس جونيور. نتيجة 1-0 فقط، لكن المباراة كانت تقريبا من جانب واحد. رايس جيريرو على تنفيذ الخطر. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. محرز ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ كرة تعود للخلف. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق لها رسمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء، وكذلك حرمان الخصم من الكرة. رايس يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول في تخطيرا. الآن فرصة لهجوم معاكس. تحول سريع في الملعب. كرة إلى الأمام. أنطونيو يعيدها إلى الحارس. منطقة الأمامية. مارتينيز
يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. كير هل يستطيع الحفاظ على هذا النهج حتى نهاية المباراة؟ صعب جدا في رأيي على المدرب أن يكون حذر في الدقائق القادمة. عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم، واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن تقدم جيد. فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. هجمة مرتدة الآن، يمر يلعب كرة بينية. ما الذي حدث هنا؟ أنطونيو ضايع الكرة وهي في الهواء مثيرة للإعجاب. نمبر 9 يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. وحتى لا يلزم بتفوز فريق الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. كايلو ماثيوز بدون مخاطرة يعود الكرة. مانويل رانزيز يلعب كرة إلى الجانب الأيمن. يلعب كرة بينية. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. يحاول أن يلعب كرة بينية. موجود لإبعاد الكرة. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. التحدث في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. محرز كرة خطيرة لجوتا. كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ يلازمهم اليوم. 90